ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الطفل المسرحي الأول لأبناء الشهداء، نظمت مجموعة ولادك يا بلادي بالتعاون مع فرقة اليسار المسرحية واتحاد شبيبة الثورة أعمالاً مسرحية تحمل قيماً وطنية وإنسانية نبيلة تثمن قيمة الشهادة والشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل عزة وكرامة سوريا، وذلك في دار الأسد للثقافة باللاذقية. رح نقدم مسرحية للأطفال وحنقدم غنية أنا كتبتها كرمال الأطفال ينبسطوا خصوصاً أبناء الشهداء، ورح نقدم عمل مسرحي كمان هو قولبنا كمان بالوضع القائم بالبلد. نحن عم نحاول بالمهرجان هذا ندخل الفرحة لقلوب أبناء الشهداء، عم نحاول نكون إيد متكاتفة مع بعض نحن كشباب وصبايا. كما وتم عرض مسرحية ترفيهية ثقافية للأطفال باسم حكاية لولو والثعلب، تأليف وإخراج مجد أحمد، تمثيل نجاة محمد، يوسف أحمد وهزار تركماني. هي مسرحية موجهة للأطفال، كبار للأطفال. مسرحية هي بتحكي عن قصة ليلى والذئب. نحن أعدنا فكفكة الحكاية الأساسية وعملنا قالب جديد للحكاية، لأنه هيدي الحكايات هي عبارة عن ذاكرة عند الأطفال، الأطفال بيحبوها، ولكن نحن بنقدمها بقالب جديد. الطفل بيحب الرؤية البصرية على المسرح بحكاية جديدة، بقالب جديد، بنمط تمثيل جديد، وإن شاء الله نكون موفقين فيها يعني إلى حد ما. أنا ثعلوب، أخذ دور ثعلوب. طبعا ثعلوب شخصية هيك ظريفة ومحببة يعني عاملتها اليوم. هو بيحب يمثل كتير وبيغار كتير من الذئب يلي ليلى والذئب، فهو بده يكون هو بطل الحكاية ليش الذئب، فبيحاول يعمل له كتير مؤامرات وخطط وهيدا. طبعا هدفنا انه نقدم المتعة والفائدة لأطفالنا. كتير حلو. انبسطتوا فيه؟ ايه كتير حلو، كتير كتير كتير. شو اللي شفتوه اليوم؟ احكي لي شو تعلمتي اليوم؟ تعلمنا على وطننا، وتعلمنا انه نحن حبينا وطننا بزيادة، وما خلينا انه العدو مبارح انه يقرب علينا. واليوم كانت كتير ليلى والذئب كتير حلوة. ايه كانت ليلى والذئب حكاية كتير حلوة يعني، وكان عم يتقاتلوا ثعلوب والذئب انه مشان يكونوا بطل الحكاية مين. رغم بساطة أفكار المسرحية إلا أنها قادرة على التواصل والتفاعل مع الطفل وترك أثر إيجابي لديه، حيث تشير إلى فكرة وحدة الشعب السوري وتكاتفه في وجه كل عدوان خارجي.